له عامل يا حاج عدوي؟ تعيش يا سعيد. الحاج عدوي ابو الخير طول عمره، ربنا يزيده. فاكرين يا حاج عدوي دايما عامل كده؟ تعيش يا بيه. كان نفسنا القعده تكمل بوجود المعلم درغام يا حاج عدوي. حد الله، ده راجل مش ماشي مظبوط. ده يا حاج، هو الراجل عمل ايه؟ انا ياما نصحته لكن الظاهر مفيش فايده. وعلى راي المثل، نهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب، ودين الكلب عمره ما ينعدل حتى لو علقوا فيه قال. يا انت باين عليك زعلان منه قوي يا حاج عدو. انا ابدا مش عشان حاجه، ده بس عشان خاطر نسوان الاثنين وعياله السته. ولا حد. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الله، دي اللحمه طلعت مطرح ما يسري يمري يا جماعه. لا سلام على طعام. الاكل هنا ما قلناش حاجه، اخر علاقه. لكن الشيشه على القهوه، ولاخدك على سهوه بقى ناس كلام ولا جلال. مسافه ما اروح مشوار وارجع الاقيك سعد الزباين على القهوه وجايبهم على العزومه. ما اصل يا معلم. معلم يا معلم. معلم معلم. يموت الحمار ولا يتعلم. الجر الجر. خبر ايه يا معلم بيوم؟ ما تقعد يا راجل. احلى مسد على القوت فل ومرشوش على عيون الحبايب. اهلا يا راجل الامير. اهلا بيك انت يا ابو الامره. اهلا يا سعاده المامور. منور حر الظابط. اهلا وسهلا. اللي اقول يا بيوم. استنى انت يا حاج عدوي. ايه رايك يا راجل يا طيب لو نعمل قعده صلح بين الحاج عدوي ودرغام؟ اعوذ بالله، اللهم اجعل كلامنا خفيف عليه. درغام ده راجل امي. لا، عدم المؤاخذه مش ام، انا جاهل يعني. راجل جاهل وعايز الناس كلها تفضل جاهله لاجل ما يطيح فيها. طب انا اهو على يدكم قلبت نص القهوه كتاب لاجل ما اشيل الجهل من دماغ الناس. ما دي حاجه كلنا شكرناك عليها يا معلم. لا شكر على واجب حظابط. لو ايه وبكره باذن الله الفيديو جاي. عدم المؤاخذة حتة فيديو قد كده علشان العلام يبقى بالودن والعين والورق ولا مؤاخذة السيمة. لا ده انت على كده واخد الحكاية جد يا بيوم. بالك لو العلام دي كلها بلا أفية الجهل انشال من دماغها هتعرف تعيش وتعيش غيرها. وكما قيل قال، بالعلم تعيش في النور والجهل يخليك. عدم المؤاخذه ولا بلاش. عارف لو كل واحد عمل زيك كده يا معلم بيومي الخير هيعم على البلد كلها والناس بكره هيتفتح. وانت بقى بيومي عليك تقوم بالمهمه دي. بس درغام بلا افيه لازم الاول يحس بالغلطه اللي غلطها في حق الحاج عدم. هو عشان طلب صابرين للجواز؟ اه او خد ليك فيه. لا درغام لازم يتربى. واللي ما ربهوش اهله تربيه الايام والليالي. يا ليالي يا ليالي. لا اما انت والهاني يا اخويا كده، امال كنت عايز تتجوز بنت عدوي ليه؟ عشان الشارع بيقول ليه يا أربعة أغضب ربنا بلا أفيه. يخرب عقلك يا درغام، نفسي أعرف أنت بتفكر في إيه يا راجل. بجد عايزة تعرفي. طب إديني عربون. الله، مش هنا يا راجل. سكة عن جمالك يا سوسو. استنى شوية. ثانية واحدة. أهلا يا صلاح يا ابني. أهلا يا عم حاج. السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ معلش يا عم حاج، انا عندي شويه شغل كده بخلصه. صابرين، هات صلاح منابه. روح خد منابه. شكرا يا عم حاج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا اجيب لك منابك؟ شبعت. دي صلاح. العميل. ان شاء الله الاكل يعجبك. ما هو عاجبني من زمان. بس يا ترى انا بعجبه؟ انا خايف اكون بحسده.
انت تزوده مش تحسده. طب نستأذن احنا يا حاج. دايما عامل يا حاج. حسن البركة عرفت وجربت. ألف سلامة. ألف سلامة. ألف سلامة. سلامة. روح بقى أحسن أبويا يستعوقك. ايه كده؟ هو اللي زي ما بقول لك كده يا حاج عدوي. يا راجل ايه بقى؟ ايه يا ابو صلاح؟ ايه اللي اخرك هو؟ لا اصل انا وصابرين كنا يعني قصدي صابرين كانت بتسخن الاكل. بتسخن الاكل؟ ماشي. لما جوز صلاح كنت قلت لك الغايب مالوش نايم. اللي ما يجيش راجل خايف. بالاذن يا حاج عدوي. ايه يا معلم بيومي؟ هو اذا حضرت شياطين ولا ايه؟ لا شياطين ايه يا ابو سلاح؟ ده انت ابو الامرا كلهم. لا اصل ايه عقبال املتك انا رايح استلم الفيديو. فيديو؟ امال بلا افيا فيديو في اتش اكس. ايه؟ في اتش اكس. شغال في ايه ده؟ ده تحط الكاسك. ايه؟ الشريط الكاسك وتدوس على الزر في الريموت رولمان بالي كنترول. تدوس يشتغل لوحده. يبقى لازم نتشحن بقى يا معلم. عارف ابو سلاح انا جبته ليه؟ علشان العلام يبقى من غير معلم. يا معلم يا معلم. روح سخن الاكل. بالاذن يا حاج. مع السلامه. مع السلامه. حصلت البركه. وانت مين بقى؟ انا اخويا وصاحب صاحبي. وانا زيه. بتشتغل ايه انت وهو؟ انا عامل 70. وانا زيه. يعني انتوا الاتنين مش من اهل باب النصر؟ انا غلبان، انا مش من اي باب. بقالي 4 ايام بلف على كعوبي عشان الاقي باب يتويني مفيش. وانا زيه. يعني انتوا الاتنين مع بعض؟ لا لا، الواد ده انا ما شفتوش الا هنا. وانا زيه، ما شفتوش الا هنا. وانت يا اخويا اسمك ايه؟ انا داوود. وانا زيه. وانت برضه اسمك داوود؟ لا انا اسمي سوسه بس مدود زيه. واسمك سوسه؟ طب بقى وجاي تنخر في مين؟ لا لا سعاده البيه، ده سوسه ده اسم مش وظيفه. وبعدين يا بيه ما حدش فينا بيختار اسمه ولا امه ولا ابوه. وبعدين انا ذنبي يا سعاده البيه؟ هم اللي سموني كده. هم مين يالا؟ حلو. هم مين يالا دي؟ اهلي. وانت اللي زيك ليه اهل؟ والله انا مش متاكد، لما طبعا سعاده البيه لازم يكون لي اهل. امال يعني طلعت كده شطاني؟ هو انا تحلب؟ طبعا لا، كلنا ولاد تسعه. طب ما احس ان احنا ولاد تسعه، ما تسعه في مكان ننام فيه للصبح. وانا زيه. طب كملوا اكل وبعدين نبقى نتكلم. يخرب بيتك، بتعمل ايه يا منيل؟ بس والله ما انت واخد. بس الورش ما كانش لها لازمه يا صلاح يا ابني، كنت استلمت وظيفتك احسن. معلش يا عم الحاج، انا كان لازم اكمل مشوار ابويا. الف رحمه تنزل عليه. سعد ده كان قسط، يا ما كان نفسه يشوفك قد الدنيا. عشان كده انا استلمت الورشه بتاعته، كان لازم حد من صلبه هو اللي شغلها. وشهدت الهدازه الكبيره اللي خدتها. ما هو برضه بيفيدنا في شغلي يا حاج، على الاقل بيدي الزبون اطمئنان. عندك حق، صنع في اليد امام الفقر. في ايه يا جلال؟ اصل الاتنين دول. خلاص يا جلال، عن اذنك يا عم الحاج ما اشوف حكايتهم ايه. انا كمان حساس، لما المعازيم ياخدوا واجبهم انت اللي صابرين ولموا الحاج. ماشي يا حاج. بص اهو ده البص. ايه في ايه؟ لا مفيش حاجة. ما تقوله. أصلهم الاتنين مش من حي باب النصر. وفي ايه يا جلجل؟ ما الليلة معمولة للناس كلها؟ دول عايزين يباتوا كمان يا صلاح. إلهي يسترك ما يفضحك، أي حتة ننام فيها بس للصبح. وأنا زيه. خلاص يا جلجل، خليهم يناموا عندك في الأول الصبح. إلهي يكرمك. العفو يا راجل. متشكرين يا بص. خلاص بقى، خلاص. طب ومعلم بيومي؟ أما يجي يقول له صلاح اللي قال. يلا. طب يلا أخويا بقى منك له. ورايا. يلا.
واقف ليه؟ ما انا زيه. طب ما تروح معاه. هو راح. بقى انا يجي عليا يوم وانام فيه على الكراسي الخرزان، اخص عليك يا زمن. يا اخي ما تبقاش مفتري، مش احسن ما كنا ننام على الرصيف؟ رصيف ليه؟ انت ناسي احنا كنا ايه؟ لا مش ناسي، لكن الحال اتغير اتبدل، ولازم نماين مع الجو لحد ما نرجع زي ما كنا واحسن مما كنا. ايوه بس احنا ما اتفقناش على كده. وانا زيك، وسيبني بقى خليني الحق. تلحق ايه؟ الحق احلم بصافي برضو، وححلم بقى عز منها. اه يا داوود، بس يا ترى بقى هي حاسه بيه؟ يعني ايه حاسه بيه؟ يعني بتحبك زي ما انت بتحبها ولا؟ طبعا يا جدع، ده انا اي رقاصه تحبني، وخصوصا صافي. ده انا شهدت ظهور في القضيه بتاعتها وطلعتها زي الشعره من العجين. الا من الحق، هي القضيه كانت ايه؟ بيقولوا ظبطوها وهي بتسرق من الراجل اللي كانت بتشتغل عنده، اصلها كانت مدبره منزل. ان الله حليم وستار. يا سلام، وهي سرقت ايه يعني؟ ولا حاجه يا اخي. سرقت ايه يعني؟ حته حبل طويل طوله 3 متر، وفي اخره كان في عربيه مرسيدس. وهي اللي كانت جراها؟ لا حرام، مش هي اللي كان جرى العربيه حمار، بس كان راكبه حمار تاني. يبقى انت. الله، وانت ايش عرفك؟ انت كنت معانا في الموقف. هو في حمار غيرك؟ انت مش كنت عرباجي يالا؟ فاشر، ده انا كنت اشيك مروض حمير في البلد، بس ايام ما كانت الحمير حمير، مش زي النهارده ما تعرفش تفرق بين الحمار واخوه. على فكره يا داوود، احنا اللي شفنا يقول علينا اخوات. بس انا بقى عايز اعرف حاجه. قول يا اخوي. اشمعنى رجلينا ما جابتناش الا على باب النصر؟ هو ده التكتيك، الرجل تدب بمطرح ما تحب. انا اجي باب النصر وبوابه الفتوح وباب المتولي عشان خاطر صافي، عشان خاطر عينيها. ده انا مستعد احارب الدنيا كلها. وانا معاك طبعا يا اخويا. هو انا اعرف اعمل اي حاجه من غيرك؟ طب انت بتحب صافي، انا بقى هستفيد ايه؟ ايه؟ ما انا عمال اقول لك من الصبح ان احنا اخوات. يا باي، ده مفيش اخويه. لا خليكنا بس. الله يخرب بيوتكم، انت بوظت ريحه القهوه. قوم يالا انت، هو مالك؟ ولا بابا. ايه الصباح المهبب ده؟ مهبب ايه؟ قوم يلا. اهلا اهلا سجلان، صباحك فل. خير في ايه؟ انا اصلي ما خدتش راحتي ولا كفايتي من النوم. وانا زي. طب قوم بقى يا اخويا، بدل ما المعلم يجي يستفتحني انت وهو. قوم ويلا. المعلم؟ ايوه قوم، المعلم بيومي. هو المعلم فين؟ المعلم وراك اهو. يالا وراك فين؟ اللي في التصوير يا افني انت وهو. صباح الخير يا معلم جلال. طب يلا يا اخويا بقى انت وهو بقى. مش ممكن لا مؤاخذه انفض وشي؟ وانا زيه. عندكم الحنفيه ايه؟ ده انتوا عايزين تتنقعوا في جاز. خليني انا اشيم فيك يا دنيا لما تقولي بس، وفي يوم بشوت هنترص قدامه نص. وهنا النص وهنا النص. الله، هنا انت مالك مبادر كده ليه يا عم الشيخ؟ أعوذ بالله، الشياطين دخلت البناء. يا نار يا نار. يخرب بيتك، هو بيعمل كده ليه؟ يا راجل مبروك، مالكش دعوه بيه. راجل ايه؟ راجل مبروك. وانا زيه. روح يا ابني انت يا صابرين، في بضاعه جايه خليها تيجي تستلمها. حاضر يا حاج. تمام يا ابني. الحرير الطبيعي. يا ساتر، اعوذ بالله. الكالونيا الويا. لما تيجي صابرين خليها توقف في المحل وتستنى البضاعه لما تيجي. حل هيدور في الجامع. انا بنادي اللي عاوز تهاني. انا مش قلت لك 100 مره تمشي من قدام المحل؟ خلي الراجل
طرف ونص واعلى من فريق الكبير يا سوليا. يا سلام يا عم عدوي. هتركب عربيتي يا عدوي وما تستهواش على النسوان يا عدوي. الحاج عدوي الغام، لو كنت راجل صحيح ما تستهواش على الحريم. قصدك ايه يعني؟ قصدي بقى ان كنت راجل بصحيح استقوى على راجل زي كده. طيب ادي الغار شب عليه معلم. بس انت معلش انا حفوتها لك عشان انت راجل كبير وبيقول عليك كبير الحته كمان. طب يلا يلا داوود. سيبني بقى امارس هوايتي المفضله واولع لك في الخناقه دي. اتقل يا حمار، سيبهم هم بقى يولعوها بطريقتهم واحنا ملناش دعوه. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ نطفيها احنا بطريقتنا. صح الكلام، لا يودي ولا يجيب. اصلك فعلك يا ابن ادم. يخنب بيتك. قوم يا ادم شوف خلفك. طب يا صابرين يا بنت عدوي ما وريتك. وانا زي يا ست سوني. وانت تطلع مين بقى ان شاء الله؟ هو اللي ناقصك. طبعا عارف انت اللي مش عارفاني، بس انت القمر وهل يخفى القمر يا قمر؟ انت تطلع مين يا واد؟ معقول اللي بيحصل ده يا عباس؟ انا عارف يا اخي، المصيبه ان ما حدش عامل اعتبار لنا فيهم، مع ان الواحد فينا قدوهم 10 مرات. على فكره يا سعيد، المفروض ان احنا ما نسكت لهمش بعد كده. ازاي يعني؟ انت عليك بدرغام وانا عليا بعدوي. هقاو يا نور يا ابن النور. طب ليه انت ما تروحش بقى لدرغام وانا اروح للحاج عدوي؟ لان لو رحت لدرغام مش هسكت له، يمكن اضربه قلم كده ولا كده يروح فيها. طب بدل كده وكده ما تيجي نقصر الشر ونغزي عين الشيطان في حته تانيه. ما انا بقول كده من الصبح يا عم، دي عالم ملناش دعوه بيها. ماشيين وراك يا زمن خطوه خطوه، بعد ما كان ليك يا زمن في التاريخ سطوه. طب سلام يا عباس. تقعد يا معلم. مع السلامة يا سيدي. مع السلامة حبيبي. سلام عليكم. مع السلامة يا سيدي. قالوا لي اخزي عين الشيطان، أنا قلت حفقع هاله. ده والله يا صابرين طالع على أبوك، بتعرف تتخانق أهو. كتر الحزن يعلم البوكة، في ناس ما تجيش بالذوق. لما كان نفسي يا بنتي تستفيدي بقى بدل البهدلة والمرمطة دي. يا لهوي يابا، وسيبك لوحدك معقولة دي؟ عاشر يا ابن آدم قد ما تعاشر، مسيرك تفارق. جري يابا، أنت زهقت مني ولا إيه؟ أبداً يا بنتي، أنا بس نفسي أفرح بيك في بيت العدم وأشوف عيالك قبل صاحب الأمانة ما ياخدها. بعد الشر عليك يابا. ده مقدر ومكتوب يا بنتي، والمكتوب ما فيش منه هروب. جلال يا جازة، هات القهوة عند عم الحاج عدوي. حاضر يا جازة. الله، ده صلاح جه. ما انا عارف ان صلاح جه. السلام عليكم. عليكم السلام. العربية ما كانش فيها حاجة بس ظبطت لك الموتور. شكر يا صلاح، يا ابن سعد، يا ابن الغالي. يا حاج، ما انت في مقامه برضه. والحاجة زيها دلوقتي. الحمد لله أحسن. يبقى سلم عليها قوي. البضاعة الجديدة هندخلها المخزن. هي البضاعة ايه؟ حبهان ومستكة وبزر خلة وعين العفريت. عين العفريت؟ طيب أم عايزة بزر خلة عشان كده. مالكش دعوة، أنا هوديها لها بنفسي. متشكر يا صابرين. أنا رايح الجامع، ما عادش حاجة على العصر. ما تاخدني معاك يا حاج. يلا يا صلاح. أقول لك إيه؟ هتودي الحاجة لأمها إمتى؟ مالكش دعوة. اتفضل يا صلاح. حاضر يا عم الحاج. ايه
خدامك يا معلم. انت مين يا قاضي؟ خدامك داوود. وانا زي خدامك برضه بس سوسه. سوسه؟ سوسه ما تاكلك. وانت ايه؟ ايوه يا معلم والله انا عابر سبيل. وانا زي عابر سبيل برضه؟ يعني ايه عابر سبيل بقى؟ بتبيعوا ميه؟ معقوله يا معلم؟ هنبيع ميه في حاره السقايين. امال ايه حكايه سبيل دي؟ يعني لا مؤاخذة واحد بس مش من هنا. وانا زي يعني غرب. معقولة؟ هو اللي يبقى مع المعلم درغام يبقى غريب يا معلم. ربنا يخليك لينا وما يحرمنا منك يا معلم. وانت زيه؟ وانا زيه يا سوسة. انا ايه يا سعيد؟ ايوه يا معلم بيومي. ايه مالك واخد في وشك كده؟ لا مؤاخذه وماشي، مش تيجي تستفيد لك كلمتين من نادي الفيديون؟ ما عادش الكلام يفيد. ايه ده؟ هو ماله بيشوح ليه؟ ماله يا عبس؟ الله، هو انت ما تعرفش ايه اللي حصل؟ لا ايه اللي حصل؟ مش المعلم درغام والمعلم عدوي كانوا هيموتوا بعض؟ يا ساتر، امتى الكلام ده؟ النهارده الظهر. الله، يبقى مفيش فايده. عدم المؤاخذه يبقى بنفخ في قربه مقطوعه. وانت يا داوود اصل شغلتك ايه؟ سمسار. سمسار؟ يا دوبك، شكلك ما بيقولش غير كده. وانت زيه؟ لا يا معلم لا. امال ايه؟ انا بتاع كله، انا كنت في الاول مروض حمير، دلوقتي بعلم البني ادمين الدينج دونج. دينج دونج؟ وجايين هنا بقى تاكلوا عيش بالافيه؟ انا في عرضك يا معلم. وانا زيه. كده؟ طب خشوا جوه المخزن، انا ما شفتكم حاجه تشتغلوا فيها. ربنا يكرمك. قدامي بغير من الحته دي يخرب بيت. قدامي كعبك يا معلمي. هات كرسيين هنا. هلا هوا اتفضل يا معلمي. ايوه جاي. خير يا سبيوم؟ ريا درغار، هم معلمين الحته هيقلبوا على بعض ولا ايه؟ تعرفت يا بيومي؟ عدم المؤاخذه لسه عباس قايل لي دلوقتي المعلم عدوى يا سيدي مش عاجبه حد في الحته خالص، وبيستاوى على البنت سونيا. وانت بقى عدم المؤاخذه اللي مزعلك الاولانيه ولا التانيه؟ اولانيه ايه وتانيه ايه؟ اللي مزعلك عدم المؤاخذه انه مش عاجبه حد ولا بيستاوى على البنت سونيا؟ لا مؤاخذه برضك مش فاهم. اذا كنت رايد البنت سونيا دي اتجوزها في الحلال يا اخي. حتى انت يا معلم بيومي، انت جرى في مخك حاجه ولا ايه؟ جرب مخي انا برضه يا درغام. بقول لك ايه، الحكايه ريحتها فاحت قوي، وبصراحه احنا بلا قافيه مش عاجبنا عمايلك دي. بقول لك ايه يا معلم بيوم، عايز تشرب قهوتك هنا ولا عندك؟ انا لما اشرب قهوتي اشربها في قهوتي كده. بتطربني يا درغام؟ افهمها زي ما تفهمها. انا ماشي. انا ماشي. مساء الخير يا خالتي. مساء النور يا صابرين. تعال. اهلا اهلا. ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا. اقعدي اتفضلي. جبت لك بذر الخل. وتعبه نفسك ليه يا حبيبتي؟ ازاي بقى؟ تعبك راح. امال فين صلاح؟ هو مش هنا؟ لا لسه ما جاش. طيب اسيبك بقى، احسن زمان ابويا هيفرد الدكان. طب ومستعجله ليه؟ اشربي كوبايه شاي ولا اجيب لك حاجه ساقعه. معلش مره تانيه. تصبح على خير. طيب يا حبيبتي، مع السلامه. صابرين، ما قلتيش انك جايه دلوقتي يعني؟ مالكش دعوه. وبعدين ايه؟ انا خلاص ما عنديش قادر. واللي مش قادر يعمل ايه؟ انت عارفه كبير وقتها. تعالي نقعد عند الحاجة شوية. أنا تأخرت على أبويا. ما تتفضلي شوية يا صابرين. تعيشي يا خالتي في الأفراح إن شاء الله. وفكرك الشغلانة دي تكسب يا داوود؟ بقى ده كلام يا معلم. هي لولا إنها بتكسب كانت الدول شغلتها.
الديوان؟ كل الديوان شغالة في السمسارة. كل الديوان شغالة في السمسارة؟ الشغلانة الوحيدة اللي بتكسب يا معلم، ما تقولش لحد. السمسارة؟ موني والله فكرة. انت مش شايف شكلك في المراية ولا ايه؟ مالو شكلي يا معصعصة؟ على الأقل مش زيك عمود نور. عمود نور ياللي بتاكلي وغيرك يهدم. انا عارفه هو اتجوزك على ايه. طب يا اختي اللي اتجوزك مقاوله الجديده تحلى. ترى يا وليه هتاخدي زمنك وزمن غيرك. هو في غيري؟ هتشوفي الليله هيكون ختامها مسك. ماسك فيك عفريت مسابق يا معرقبه ياللي بيسلكوا بيك اسنان العيال الصغيرين. خليكي على نارك الليلة ليلتي. اهو جه اما نشوف. ايه اما نشوف دي؟ مالكوا واقفين زي مشكاح وريمة كده؟ اوعي 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 يخرب عقلك. عجبتك؟ اوي 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 اوي. ايه رأيك؟ رأيي؟ رأيي في ايه؟ انت حاسس باللي انا حاسس بيه؟ وانت حاسس بايه؟ سجن. زي ما اكون في سجن. وانا زيك. انت عارف يا ده انا عاوز ايه؟ ما انا كمان عاوز زيك. انت كل حاجة زيك زيك. مش تعرف الاول انا عايز ايه؟ باين في عينيك. وانا نفسي نفسي سونيا تخلع من درغام. اخص 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 يا داوود. حبيتها؟ نعم. ايوه حبيتها. حبيت مين يا حمار؟ انا يا حبيبي ما حبش الا مصلحتي. مش زيك حمار يا تكميله بتحب ومش طاير. وانا يعني عشان قلت لك سري هتفضل تزليني كل شويه والتانيه؟ يا حمار يا عظيم حب مصلحتك وبس. بغير من الحته دي يخرب بيتك. ماشي يا عم داوود. وعايز ايه كمان؟ سيبني. اسيبك ليه؟ سيبني عايز افكر ازاي اخلع المحل من درغام. وايه اللي هتستفيده من المحل؟ اللي هستفيده انت اصلك ما اشتغلتش سمسار قبل كده. ما تفهمني. طيب يا داوود اخوك حمار. يا حمار اقل ما فيها هيخش لنا 300 جنيه كل شهر. يبقى في السنه في السنه. استنى استنى هحسبها لك انا بالفلفلاتور. ماشي. 300 في 300 من 65 من 100. تك 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 تك. معقولة؟ ايه طلعوا كام؟ ده مبلغ كبير قوي. كبير ايه يا حمار؟ 300 في 12 يبقوا. انا برضو اللي حمار. ده انت حاسبها على قرايب قوي. انا حاسبها لبعيد بعيد قوي. انت حاسبها على قد ايه؟ على قد ايه؟ انت نسيت عيالنا وعيال عيالنا وعيال عيال عيالنا وعيال عيال اللي خلفوا عيالنا. يا راجل يا عيل انت. يخرب بيتك انت حاسبها على كام جيل؟ ستة بس. طب يا ريت يا هنا من يعيش. لا ايه خليك نبسها. وانا عندي اعز منك يابا. ايوه بس مين اللي هيعمل كل ده لما تتجوزي؟ اطمن. مش هتجوز غير لما اطمن عليك. يعني ايه؟ عايز انا اتجوز؟ وماله يابا؟ ده انت لسه في عز شبابك. حق بطلوا ده واسمعوا ده. انا اللي عاوز اطمن عليك يا بنتي. انت اصلك مش حاسه بالسنين اللي بتجري بيه. اللي زيك دلوقتي بقى عنده كوم عيال. ولو يابا انا ما اقدرش اسيبك لوحدي. عاوز انا اتجوز ولا مستنيه ابو صلاح؟ وبعدين بقى يابا؟ بابا ده انت اللي بابا. قلت ايه؟ بعدين ياما ماليش لزوم الجواز دلوقتي. ليه يا ابني؟ هتقعد راهب؟ ياما احنا لسه يا دوبك بتشم نفسنا.
بنسدد ديوننا وبنشغل الورشه. وبعدين مين اللي هترضى تتجوز واحد لسه بيبتدي حياته وما حلتوش حاجه زي حالاتي؟ موجوده بس انت شاور. انت كمان لقيت العروس هامه؟ ودي مين دي بقى؟ هتعملهم على امك يا صلاح. نورت الحته كلها. صابرين اللي رفضت عرسان الدنيا كلها عشان خاطر عيونك. وماله يا بنتي؟ صلاح طيب وابن حلال بصراحة عاجبني. مش يمكن انا اللي معجبوش يابا؟ فشل. ده انت الف مني اتمناك. ده انت عجبت باشا وصلاح باشا. وعلى رأي المثل اخطب لبنتك ما تخطبش لابنك. صبري. نعم يابا. انت رحت فين؟ هروح فين؟ ما انا قاعده معاك اهو. معايا؟ طب قوم اعملي كوبايه شاي. حاضر يابا. صباح الخير يا هندسه. يا فتاح علي مرزاق كريم على الصبح. عايزك تروق لي عربيتي لو مؤاخذه. ما بفهمش في الامريكان السكه يا درغام. ليه انت شيوعي ولا ايه؟ يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني شوف لك ميكانيكي تاني يا درغام. المعلم درغام ياض. اما تبقى تحترم الناس ابقى احترمك يا درغام. والصبح اقول يا صبح. الله. هو انت بقى لو مهندس بحقي وحقيقي ما كنتش تقعد في ورشك وحيت زي دي. في ايه يا هندسه؟ انا مش محتاج شهادتك يا درغام. انت بتهددني يا معلم درغام. معقولة اللي بيحصل ده؟ دي بقت حرق هم يا راجل. اللي كنت شاطع رجلك من الحارة يا درغام ما يكونش ده على راجل. امشي يا وليا مصدية. ما بقى تتخمنيش الا المضعضع والضعيف. وانت كمان يا سكت الرز امشي. بكرة الدنيا يجي علينا. اتلم يا ولاد وهي مفيش حاجة. يلا يا ولاد امشوا. الله. عشان خاطر عيونك يا معلم. معلش يا معلم. معلش ايه؟ عجيبة قوي يا جدعان. عيال الحتة ارفعوا عينيهم في رجالة الحي. بكرة الدور يجي عليكم. كلام ايه ده يا معلم درغام؟ مش مصدق بكرة تشوف. ان مكان حتة عيل مراهق يحدفكم بالطوب ما بقاش انا درغام. هجيب لكم اوسخ واحد يشرب. ولا سوسة. مالكش حق يا صلاح. المعلم درغام راجل واحترامه في الحتة. يا عم عدا وده دايما يتعمد يرش المية على صابرين. ده بس من حرقته. انما انت برضه مهما كان مالكش حق تهزقه قدام الناس في الميدان. خلاص يا صلاح بقى المسامح كريم. يا عم عدوى ده راجل نمرود ما يجيش بالطيبه بتاعتكم دي. ما انا قلت لك نمرادته دي من حرقته. منورين يا رجاله. We'll be right back.
جمال. تعرفوهم انت يا راجل؟ ده انا اخويا وصاحب صاحبي وانا زي احنا خدامينك يا معلم. معلم ده انت اللي معلم. معلم يسمع من بقك ربنا. يعني عادي مين سليم الشرقاوي؟ الله يخرب بيتك. مين يا وين القبهه دي؟ المحل ده بتاع درغام كده. عشان كده لابسك انت من الالوان. خلاص انا زبون مستمر هنا في المحل. خلاص المحل محلكم. مساء الخير يا رجاله. مساء الخير. رحيلكوا بقى المحل تبعنا. خد مني دي. يا حلاوه حبيبي. قشرها يا معلم. يا حسني اللحم الابيض المتوسط صافي. صافي ايوه. درغام عايزك يا صافي. تلبسي الايه؟ يوه وبعدين معاك بقى يا سوس. انت مش عارف ان الشرقاوي بيه محرج علينا اننا ملناش شغل في الصاله؟ يا روح قلبي ما هو الشغل ده 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 بيزنس ده مجامله. وانا هاخد ايه من المجامله بتاعته دي؟ هتاخدي اللي بتاخده سن. وايه بقى اللي بتاخده سن؟ اللي هتاخديه انت. والله انا ما عدتش فاهمه منك حاجه ابدا. استني بس وحياتك يا صافي ولا انا كمان عدت فاهم نفسي. انما هنعمل ايه على راي المثل؟ خليك ورا داوود لحد بيت درغام. بقول لك ايه؟ افندم في حاجه؟ انا عايزك في المجامله تبقي يا واش يا واش، ما تسوقيش فيها قوي لحسن انا حمار، لحسن انا غيار. ازاي؟ ازاي؟ ازاي ده ايه؟ هي غيار لها معنى تاني؟ معرفش، اسال روحك. اسال روحي؟ طبعا اسال روحي. يوه وبعدها لك بقى يا سوسه. لا وبعدها لك انت يا صاف. حس بيا بقى حرام عليك ده انا تعبان. اسمع يا سوسه انا واحده ببدا حياتي هنا وانت عارف انا كنت ايه. كنت ايه؟ سفيره نيكاراجوا؟ كنت هتدخلي السجن لولا شهاده الزور اللي انا شدتها معاكي طلعتك من القضيه زي الشعره من العجين. وعشان كده يا حبيبي عايزين نبقى اصحاب وما تفكرش في الموضوع ده دلوقتي ابدا. ده غير من الحتان يخرب بيتك. امال عايز انا افكر في الموضوع ده امتى بعد سن الياس؟ لا لما نضمن مستقبلنا الاول وكل واحد فينا يبقى عنده اللي يكفيه. انا كنت بقول يعني نمشي حالنا مع مستقبلنا. قول له داوود عمر يا معلم ما تبقى معلم هتبقى زينا كده فشر يا معلم. يا العين تعلى على الحاجة. حلوة يا معلم حلوة. الله حلوة أوي الرقاصة دي. هي فين يا معلم خلاص؟ خلاص دي ريحت. الأمر وصل. مساء الخير يا معلمين. مساء الورد يا ورد. مساء الجمال يا نور البلدية. سامع بقى بص خلينا نشوف اللي احسن منكم. اقعد يا جميل اقعد على راسي من فوق. مرمر حبيبي ربنا يخلي عليا النعمه. مرمر مرمر انا جبت اللي تكسب. صافي طب قوم انت يا نشوه بقى شوف الزبونين دول ما يبوشوا في ايديك. دي الحته اللي الواحد يغزي بيها الشيطان بصحيح. اتكل اقعد يا جميل
على راسي من فوق. يا رايح يا اخوي، بقى حتة راجل وبنته ما انتوش قادرين عليهم، امال معلمين منين؟ معلمين من رجليهم. الله، زي الكتاكيت. حلوة بس رجليها رفيعة. صحتك يا جميل. الله، انت زعلت ولا ايه يا درغوم؟ لا ده انت سيد المعلمين كلهم، بس يا خسارة. خسارة ايه بقى؟ المعلمة دي كلها وبتخاف من الحريم. تقصدي مين؟ ولا تزعل ولا يهمك، انا هاجي لك بكرة وهشوفك هتعمل معاها ايه. بالهنا والشفا يا ابو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشفا. ياه ده مر قوي. وبعدين يا ابو ده انت عطار. ما انا صابر اهو، ربنا يستر عرضك يا بنتي. انا مستوره بيك يا ابو. حاضر. اهلا. يا رب يا ساتر. اتفضل يا عم بيوم. باليمين عدم المؤاخذه، اهلا يا ست صابرين. اهلا. يلا يلا يا جلال. حرام يا معلمي، انت بتاكل في الزياره هنا. رايح فين؟ رايح فين؟ خلاص يا عم. ايه بس يا معلم؟ انت ست صابرين. خد يا ست ستات. عدم المؤاخذه يا ابن المفجوعه. عدم المؤاخذه بسره لزوم الحلوه يا حلو. مين يا صابرين؟ ده عم بيومي يابا. طب تخليه يدخل. اتفضل يا عم بيومي. جاي لك يا حاج باليمين لمؤاخذة. ما تخش جوه. لا اخش جوه ازاي؟ احنا هننزل بالشمشة. وده وقته. اخش استاذن معاك. اتأخرت ليه؟ انت مش عارف انه جاي؟ اعمل ايه بس؟ مش عبال ما عرفت ازوغ منه؟ ماشي. المهم طلباتك ايه؟ انا شايفه انك ذكي جدا. العفو يا استهانة، بس باين الحظ ملطش معاك شوية مش كده؟ ده مش شوية، ده كتير. وبعدين أنا مش طالب حاجة كتير، أنا كل اللي عايزه محل صغير قد كده، قد اللي قاعد فيها أنا والواد سوسة. وهتعمل بيه إيه؟ أحط فيه ترابيزة وأفتحه سمسار. أصل أنا بفهم في الشغلانة دي حلو أوي. واللي يجيب لك المحل ده؟ عايش طول عمري خدام. وتعمل كل اللي اقول لك عليه؟ ان شاء الله تقولي لي ارمي نفسك في البحر ارمي. لا ما هو انت مش هترمي نفسك في البحر. امال هعمل ايه؟ انا عايز اخد بطاري من بنت عدوي. ايوه بس دي بنت المعلم عدوي. انت مش عايز المحل؟ بقى ده كلام مش عايزه. خلاص. خلاص ايه؟ عاوزة تعملي ايه؟ هقولك. واتفقتوا على امتى ان شاء الله؟ صلاح بيقول يوم الخميس اللي جاي. ربنا يسعدكم يا بنتي. انا عارف انك تعبت اول يومين اللي فاتوا ما بين البيت والمحل. تاني يا حاج، انت ليه محسسني دايما اني مش قد المسؤولية؟ ده انت قدها وقدود. غش بس شغلتها دي عاوزة اللي يكون يعني في ده رأيي يا حاج. أنا عارفة إنك أنت كان نفسك إن يكون ولد علشان تقدر تعتمد عليه في المحل، إنما أنا بسد ولا لأ؟ وأبدع كمان يا صابرين. يبقى خلاص عاملني على إني ولد. رايحين فين يا ناس؟ ده الأمل كان في الناس، والناس ساهية ولاهية ولا عاد في إحساس. أسيبكوا جهة واحدة.
على فين؟ سيبها يا صلاح، انت رايح هتقفل المحل. ممكن اروح معاها، يمكن تحتاج حاجه. لا خليك انت قاعد معايا، هي قدها ودود. وفيها ايه بقى يا الدلعاتي؟ فيها ايه ازاي يا سونيا؟ ده انا معلم كبير، كبير قوي. انا لازم اجيب مناخير عاده وده الارض. وهتجيب مناخير الراجل ده بقى ازاي؟ مش عارف. سيبينا مخمخ. مخمخ براحتك يا حبيبي. بس انا يا اخويا واحده ماليش دعوه بيكو. انت خايف يا سونسون؟ يا لهوي، دي الحاره كلها معاك. بس كفايه عليا انت معايا. طب وانا هعمل ايه؟ عاوزك تكرهي الناس في عدوي. ما انا برضه المعلم درغام على سن ورمح. الناس مش هتصدق. عدوي له عزوه مع معلمين باب النصر. طب اعمل ايه يا سونسون؟ يعني غلب حمارك؟ اه. عارف تجيب مناخير الارض ازاي؟ ازاي؟ عن طريق بنته. بنته؟ مش فين؟ صابرين لازم عينيها تتكسر، ولما عينيها تتكسر ابوها هينكسر. بس ده بقى مش شغل رجاله بلا افيه. طب يا اخوي خليك عيل لحد ما تكبر. انا عيل يا سونيا؟ طبعا، ما دام في باب النص اللي اكبر منك هتبقى عيل. انا بقى حسبت لك ان انا قدها ودود. ده انا المعلم درغام. ايه رايك؟ حلو. حلو قوي. اجي معاك اتفرج. انت فتان مش حاطين يا داود ورايا. بس الظاهر والله اعلم ان واحد غريب عن باب النص. يعني ايه غريب؟ يعني غريب مش من هنا يا ناديه، ومحدش يقدر يعمل كده من باب النص. والنبي دي انتوا هبلوا على نياك. هي الست تقدر تدي حاجه اللي بمزاجها؟ دول بيقولوا انها ماشيه في السكه دي من زمان. قصدك يعني اعوذ بالله من غضب الله. ربنا ينتهي منك، ربنا ينتهي منك. الله الله الله. خلاص يا صابرين روحي انت بقى. كلامي بنت انت بتاع تحت السلم. نعم سيرة بقى يا حلو، روح سيرة بقى. البت دي لازم تتقدم. اللي عايز يتقدم هو اللي وسع على كده يا درغام. قصدك ايه يا قاضي؟ ربنا قادر على ايثار الحق. يلا يا صابرين يلا.
عشان خاطر يا سامي. منين يا عينيا وانا بزرعه؟ مش قادر استغنى عنه. طب لو اديتك تنفذ كل اللي اطلبه منك؟ كل اللي تأمري بيه. انا خدام خدامين اللي يخدموا خدامين ابوك. عايزك تأجر المخزن بتاعك لداود وسوسه. ليه بقى؟ مزاجي يا اخي. مش انت عايز مزاجك مني؟ انا كمان عايز اخد مزاجي منك. بس دي حاجة ودي حاجة. بقول لك ايه؟ فكر وبعدين قول. افكر وانا قاعد في عقل افكر بيه. اعمل المعروف. دماغي هينفجر. جسمي بياكلني. نمل نمل ماشي فيه. ارجوك يا سونيا ارجوك. يبقى لازم تنفذ اللي قلت لك عليه كله. انا تحت امرك. امتى؟ من بكره. بس اعملي معروف. انقذيني. اديني حاجه. طب اقطع قطع عملت ايه يا داود؟ خدت المحل؟ لما اشوف سونيا هتعمل ايه مع الجار اللي اسمه درغام ده. ما هو لو ما قدرتش بقى هقدر انا. ازاي؟ لا ما تقوليش ازاي، ده شغل صافي بقى، شغل على ميه بيضه فريسكه. ان ما كنت اقومهم على بعض ما بقاش انا صافي. قصدك ايه؟ سونيا ممكن تخلى بيا؟ انا كنت ناسيها اسمها. لا يا دوده، لا يا حبيبي، هتعمل ايه؟ بلاش تهور، هتودينا في داهيه. هو احنا ناقصين؟ انا حوريك انا هعمل ايه. يا ترى مين اللي جاي الساعه دي؟ مين؟ داود؟ هو بعينه. ايه اللي جابك الساعة دي؟ تعال تعال ادخل. ايه الحكاية يا سونيا؟ ايه سونيا دي؟ ايوه سونيا. ايه؟ اظن متصورة ان انا هقول لك يا ست هانم يا معلمة يا ست الكل. لا الكلام ده كان زمان يا سونيا. اسمعي، اذا ما قدرتيش تجيب المحل من درغام انا هتصرف. شديتك يا بابا ناخد بنار. صلاح مش عارف. ما هو انت يا اما مش قادره تفهمي ان صابرين مالهاش ذنب في اللي حصل. الناس لها الظاهر يا صلاح. بقى انا لو ليا اخته اتعمل فيها اللي اتعمل في صابرين، كان حد يستجري يقول فيها كلمة؟ عقلك في راسك تعرف خلاصك، بس البيت دي ما تخشليش بيت. حسابك تقول يا معلم. أنا مستعد أدفع لك كل اللي معايا دلوقتي. اللي معاك كله ما يكفيش تمن شمة. أمال عايز أنا أعمل إيه بس؟ تتنازل عن المحلات اللي عندك. بس ده كتير. وانا ما عنديش. امر لله. هات له العقد يا داود. اهو خد القلم اهو. امضي يا شمام امضي امضي. لا نجيب عليه امضي. نحت ثلاثي ثلاثي. مش عارف اسم جدك. ما تمضي هنا اهو. خدنا فلوسك يا درغام. خدنا فلوسك يا درغام. خدنا فلوسك يا درغام. وبعدين يا عباس؟ ايه يا سعيد؟ هنسيب الواد داود ده لما ياكلنا ولا ايه؟ داود مكلنا واللي كان كان. اقصى عليك يا درغام.
اما انت ناوي تبيع الدكاكين مش كان الجار اولى بالشفعه؟ المهم هتعمل ايه؟ اما اشوف سونيا الاول وبعدين اقول لك. احنا لسه شباب والمزاج عناب، احنا مسافر، احنا لسه بغير ما الحته دي يخرب بيتك. حركه واحده هتكون في القرافه. مين؟ هي كلمه واحده هتقولها هسيبك. وحياه الاخويه مالها؟ ده انا كنت بتفرج. امال مين اللي له دعوه؟ والله ما انا، ده داوود، انا كنت بتفرج. ومين اللي وزع على كده؟ اللي وزع على كده سونيا، اصل سونيا كانت عايزه تتهم منك باي طريقه. وانت وداوود منين؟ انا بلا فخر من الملجا، انما داوود ما نعرفش اصله منين. ده عشان تفتكرني. وبقول لابن الشيطان التاني اني هعرف انتهم منه ازاي. ماشي يا فرحان. حاضر. يا ولاد حتتنا يا جدعان، اي حد يغطني بقطنه وبنطلون الله يخليكم، يخرب بيت المزاج. الحق يا داوود، الحق. ايه يا واد مال؟ دم بغير من الحته دي يخرب بيتك. مين اللي عمل معاك كده؟ صابرين. صابرين؟ ايوه، وحلفت لازم تنتقم منك ومن سوني. مين اللي قال لها؟ انا. حمار، طول عمرك حمار. حمار ايه يعني؟ كنت عايز نكذب اغير ضميري؟ البت دي بقت خطر علينا. والعمل لازم نمشيها من الميدان. تمشيها من الميدان؟ طب ابوها وبيومي وجلال وصلاح، دول كتير قوي، انت ناسي صلاح بالذات. هي الاول هتعمل ايه؟ يلا بينا نروح لسونيا الاول. سونيا، سونيا. أرجو استعجال التقرير الطبي والصفة التشريحية. سيادتك تؤمر بحاجة تانية؟ عمل التحريات اللازمة طبعا. حاضر يا فندم. كما نأمر، نحن أحمد حازم وكيل النائب العام بالآتي: أولا، وضع متحصلات الجريمة في حرس يختم في 4 مواضع. ثانيا، استدعاء كل من كان له علاقة بالمجني عليها. الله، هو انت ساكن هنا يا جلال؟ لا يا بيه، دي شقة عم الحاج عدوي، وانا بقى عدم المؤاخذة قاعد معاه. اصل عدم المؤاخذة بعافية شوية يا بيه. امال فين الحاج؟ امال جوه يا بيه، اتفضل. امال فين صابرين؟ عدم المؤاخذة يا بيه، اصلها ما جاتش من امبارح. يعني عايز تقول انها مش موجودة؟ لو شرفك يا بيه، مش موجودة. طب لو جت خليها تجيني الاسم شويه. حاضر يا بيه، بس عدم المؤاخذه يعني عايزين نعرف ايه العباره يا بيه. مفيش حاجه يا عم الحاج، اطمن، شويه اجراءات بسيطه كده. تعرف بتوع مين دول؟ لا يا فندم. بتوع صابرين، ودي الاداه اللي استخدمت في قتل سونيا. مش ممكن يا فندم، صابرين لا يمكن تقتل. ما سالتكش قتلت ولا لا، بسالك دول بتوع صابرين ولا لا؟ لا يا فندم، مش بتاعها. ابوها اكد انه بتاعها. معرفش. شفت ده قبل كده؟ ده بتاع صابرين لا مؤاخذه يا سعاده البيه. وحكاية الاعتداء على صابرين؟ لا انا معرفش حاجة، انا في حالي يا سعادة البيه. الف سلامة يا عدوي، الف سلامة، حقنا بالهنا والشفا. ها عدم المؤاخذة يا دكتور، طمنا، هي بلا افيه الحالة ايه؟ مخبيش عليكم، حالته متأخرة قوي. يعني ايه يا دكتور؟ كله بأمر الله، هاتلوا الدواء ده ولازم حد يقعد معاه. حاضر يا معلم. حاضر يا معلم. اهلا اهلا ابو صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا حول ولا قوه الا بالله، تلاقيك يا ولده مهدود حيلك. ايه الاخبار؟ مفيش فايده يا معلم. برضه مفيش فايده.
لا حول ولا قوة إلا بالله. اصرو تشرب شاي الشاي الشداد. ايه؟ شاي الشاي الشداد. ماشي. هلا جلجل تعمل يا معلمي شاي الشاي الشداد يا هلا. وانا يا معلمي. السلام عليكم يا رجالة. اهلا حصول. اهلا نروح نروح حصول. اهلا اهلا بيك. كيف الاحوال؟ بقول لك ايه؟ تشرب شاي الشاي الشداد؟ يقوم العز يا معلم. جلجل ايوه معلمي شايتين شاي شداد. اهلا 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 حصول. يا صبري لسه ما ظهرتش يا معلم. قول له يا صلاح قلبت عليها الدنيا مفيش فايده. امال ابوها عامل ايه دلوقتي؟ ايه شده وتزول يا عدوي. انا جراي على جلجل. ايوه معلم. فين شاشين الشاي يا هلا؟ جاهز الشاي يا معلمي. الشاي يا جماعه صبري من مصلحتها تسلم نفسها عشان كل مدى العقوبة بتزيد عليها. لا إله إلا الله. حتى لو كانت بريئة؟ حتى لو كانت بريئة. أنا متأكد إنها بريئة. وأنا كمان يا هندسة متأكد. وأنا كمان. إيه مسكينة صبري والله ما كانت تستاهل البهدلة دي كلها. ما هو عشان كده انا حطيته في دماغي. وانا زي هنعمل بيه مشاريع كبيره قوي. وانا زي طب مزه مزه. يلا بنت اعملي كام تويه يا بنت. خد وبعدين والنبي انت صعبانه علي. كتر خيرك يا شربات. يا ريت يا اختي كان بايدي حاجه اي حاجه ونقدر اعملها لك. ما يقدر على القدره غير ربنا. والف كفايه يا وديده يا اختي والنبي انت بتقطعي قلبي. يا ترى اعمل ايه يابا؟ ما فاقش من صدمتي الاولانيه الا لما جبت له مصيبه تانيه. الهي ربنا يبتليهم بجرب ولاد الحرام اللي اذوكي. يا رب اشفيلي اول حرام يتعذب بسببي. ده ملوش ذنب باللي حصل. وانت كمان مالكيش ذنب. بقول لك ايه يا بنت وديده؟ اسمعي، ايه رايك في اللي يخليك تزور ابوكي وتشوفيه وتطمني عليه كمان؟ امتى وازاي؟ امتى دي بمشيئه الرحمن، ودلوقتي دلوقتي حالا. انا هقول لك ازاي. يلا بينا. ازيك يا فاصه؟ يلا اوعى كده. خليك جدع عمار. يلا وديده تعالي معايا. يلا يلا, يلا. اهلا وسهلا. اهلا يا بهوات. اهلا شرفتوا الحته. اهلا سعاده البيت. اهلا وسهلا. الحاج عدوي ازاي دلوقتي عامل ايه؟ الحقيقه البيه المامور عايز يطمن عليه. الحمد لله صحته اتحسنت شويه بس برضه غياب صابرين وكونها لا حس ولا خبر ده مأثر فيه شويه يعني. الحقيقه انا جاي مخصوص عشان خاطر ازوره هو شخصيا مش عشان القضيه يعني. اهلا وسهلا. هو نزل المحل النهارده تقدروا تفضلوا. اتفضل اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا حاج. بهوات جاي لك. اتفضل.
بقول لك ايه؟ حطي الغلا ده فوق ظهرك وكبي وشك في الارض، اوعى حد يشوفك خالص، خش على ابوكي على طول. طيب يلا قدامي. بقول لك ايه؟ الولد اللي اسمه صلاح ده فين؟ هنا. الو دكتور بهجت، صباح الخير. في عندنا هنا واحد مجنون وبعد عنك عنده الخفيف، يا ريت تبعت حد وياخده. نعم متشكرين يا دكتور، ربنا ما يحرمنا منك. شكرا. هو ده، يبقى كده خلصنا من سونيا وبعديها صابرين والاخ درغام هيحصله. ما تقاطعش. مظلومة يا بابا، وحق كتاب الله ما عملت حاجة غلط، حتى لو اني خدروني وفكروا يتهموني ظلم، يحاول الله يا ربي. سرقوا مني شرفي يا غدر يا، لكن حتى وانا مجروحة عمري ما عملت حاجة غلط، زين شرفك يا بابا. لا يا ماما لا، دموعك غالية عليا قوي، لكن وحياتك انت اللي دفعهم الثمن غالي، غالي قوي يا سيد المعلمين، غالي قوي. طب فين يا بنتي؟ انا كمان يعني وقت ظلمتك فيه، لكن الحق لازم يجي يوم ويبقى. ايه يا بنت؟ قلت لك انا ميكانيك سيارات مش عربيات كارو. استغفر الله العظيم يا رب، هو حد قال لك حاجه غير كده؟ اما انك عجيب قوي يا اخي. ايه بقى؟ عندك عجله نايمه ولا حمار عايز سليم؟ خفيف قوي. لا يا اخوي، عايز اقول لك كلمتين، ما تبقاش طلبت معايا كده تاني. حاضر هسمع. عايز ايه؟ ما ينفعش، لا فيني ودنك. عايز ايه بالظبط يا بنت؟ عاوز ايه بالظبط؟ قلت لك وطي صوتك، الحته ملغمه مخبرين، حق عليا يعني؟ هات ودنك بقى. ايه؟ او النعمه. مش معقول. اسمع بس كلامي كده واتكل انت على الله. يلا بقى عدي في العربيه ساعه، تقولش بي ام اخس دابلو وادي هاش لازمه دي خالص. مش ممكن، مستحيل صلاح. انا ما تقوليش حاجه، انا متاكد اقسم بالعشر انك بريئه، بس التهمه نفسها. البوليس ما بيفوتوش حاجه، القانون اللي بتاعك هو برضه اللي هيبرئك. انا اللي لازم اجيب المجرم لاني عارفاه كويس. هو مين؟ داوود. وصوصه هو دليل براءتي، لانه اعترف لي ان المجرم يبقى داوود. داوود هو اللي اعتدى علي واللي ورثته على كده سونيا، وضروري اختلفوا مع بعض قتلها. داوود ولاد الابلسه. يا عالم مش ممنون، مش ممنون، مش ممنون، مش ممنون، مش ممنون، مش ممنون، مش ممنون. يا عالم يا عالم لا، انا مش ممنون، مش انا معلوم النقاط، انا معلوم صحتك. امتى بقى داوود بيه؟ الله اتقل امال يا معلم عباس. البيت وبعتهولك برخص التراب، ولسه عايزنا اصبر. كل شيء ده اوان يا عباس، اصل سوسه محوط عليها شويه. ان كان على سوسه نرضيه. بكام؟ اصل الحبايب تمنهم غلي قوي. بكام؟ باللي تؤمر بيه. ماشي، وقال على راي المثل، عدوك بقرش وحبيبك ما يتقلش. وعجبي. في شبه من ابو دراع. خسارة ان احنا لازم نرجع الكباري تاني. عجبتك العوامة؟ فرش العوامة. وانت بقى ساكنة هنا؟ مين قال كده؟ لا يا حبيبي، ده مكان خاص ما يعرفوش غير الناس التقال الدفيعة. يعني ايه؟ وانا كمان متدفيعة؟ لا يا اخوي ما تخافش،
انت قطع خاص. خاص بمين؟ خاص بيا يا اخويا. وصوصه يوه ما تفكرنيش بيه، تفرد نفسه علي. عمل لي خدمة عايز يشتريني بيها العمر كله. ايوه بس انا اخاف عليك منه. ما تخافش يا روحي، طول ما انت جنبي انا مش خايف. قشطة عليا النعمة. خليك لابسها، راحتها وحشة. ايه عملت ايه في موضوع العربيات؟ اديني على اخر جهدي. اصل انت عارف ان الفلوس دي من دم قلبنا. ايه انتوا شاكين في حاجة؟ لا لا سمح الله، بس الفلوس دي لو في بنك كانت عملت لها قرشين. تحبوا تاخدوا فلوسكم وتريحوني؟ ايه قلتوا ايه؟ قلنا لا اله الا الله. يبقى خلاص، اول ما العربيات توصل بورسعيد كل واحد فيكم هياخد فلوسه وفوقيها بوصة. المهم هتوصل امتى؟ هو انا اللي سايق المركب؟ تشربوا حاجة باردة؟ لا. يبقى خلاص كل واحد فيكم يتوكل على الله يشوف شغله، عشان احنا كمان نشوف اشغالنا. بالسلامة بقى. كده؟ طب انا هتصرف معاك، يلا بينا يا سعيد. الو. اه يا سوسة يخرب بيتك، انت فين يا واد؟ وانا شوف لي صافي بسرعة، عباس وسعيد مطلعين عينيا. بقول لك عارفني اله يخرب بيتهم وبيتك. ايه اللي اخرك يا ست صافي؟ سوس قول عايزه وخلصني، انا مش فاضياله. مش قوي كده، بالراحة علينا شوية. تحب اجيب لك حاجه تشربيها ولا تشربي من البحر؟ سلام احنا التارية. قول عيدي وخلاص. لكن يا صافي انا ما عدتش طايق، انا تعبان، عايز ارسم معاك على بر. قصدك يا حبيبي يا نبيه هو كده بالظبط. طب ازاي؟ ايه اللي طب ازاي؟ هو انا مش راجل ولا ايه؟ بريه صافي حس بيا، صدقيني انا بحبك قوي، وهتلف تلف وترجعي لي، وساعتها ابقى طنشك بقى ولا اعمل ايه؟ صدقني انا عمري ما حبيت حد غيرك. بتتكلمي بجد؟ ايوه يا سوسه. قولي بقى كنت عايزني ليه؟ اصل بقى بصراحه عايزين قرشين من الشرقاوي. وهتعملوا بيهم ايه؟ هندورهم في السوق اوام 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 اوام. وهترجعهم له تاني طبعا. احنا يا حبيبتي اللي يخش جبنه ما يطلعش تاني. ايوه بس الشرقاوي صعب قوي في الحاجات دي. الشرقاوي صعب على نفسه، احنا لا يهمنا لا شرقاوي ولا اهلاوي ولا زملكاوي. سلام يا صافي انا بحبك قوي. تحب اوصلك؟ امال انا هاخدك يا عبي؟ انا بقول يعني تاخد تاكسي عشان ما ياخدوش بالهم مننا. لا بلاش حكايه التاكسي دي، لحسن انا جتتي ما بتخلص مني. انا بقول اركب معاكي وانزل قدام شويه مش مشكله. اركب. سلام يا معلم عباس. مرحبا. مالك؟ بتقول لي مالك وانا حالي من حالك؟ الشغلانه ضاقت قوي يا معلم، والبوتاجازات ملت البيوت. لا كم يوم يا سعيد والعربيات هتيجي وهنبقى اصحاب ادانس. ما بقلهاش، انا حطيت تحويش العمر كله في العمليه دي، حق لو طلعت فشوش ابقى انا ضعت. اوجعه اهو. كان لازم نمشي من ساعة يا اخي. المعلم بتاعنا صعب قوي، انت عاوز تودينا في داهية؟ المهم طمني. داوود وسوسة بيسهروا في كباريه وسط البلد كل ليلة. وضيفتنا في ايه؟ مؤاخذة يعني بقى بصراحة، ما تجيب من الاخر وتخلصنا. صبركم بالله عليها يا جماعة. انا عرفت انهم مصاحبين بيت رقاصة هناك بيلعبوا عليها وهي بتلعب على الاتنين.
ازاي فهمت انا ده؟ اعمل معروف يا صلاح، الوقت ضيق، وانا ما صدقت المعلم خرجني بالعربيه بدل قعدتي في مقلب الزباله. الله، ما اسموش مقلب زباله، اسمه مصنع المخلفات، فهمتي؟ احنا فين ولا فين؟ مش هعطلكم. المهم داود والرقاصه بيقضوا وقت طويل قبل الكباريه في عوامه. ها، وعرفت مكانها؟ طبعا، انا اتخفيت وقعدت جنبهم كم مره في الكباريه، لكن ما قدرتش اسمع منهم كلام غير عادي، اكيد بيقولوه في مكان تاني. فين؟ في العوامه طبعا. وهتعمل ايه؟ هشوف حته استخبى فيها من غير ما يحسوا بيا. وتفتكر ده هيفيد بحاجه؟ ان شاء الله، واذا ظهرت حاجه مهمه هتلاقيني طبيت عليكم في مقلب الزباله. ما هو الناس من مصنع مخلفات. الله، هتبقى انت و جمع الشمل اولى بناسه يا اهل المروءه، اتجمعوا واسقوا الشيطان من كاسه. قال لي التشت. الله الله الله، مالك؟ في ايه؟ مالك يا صابرين يا اخت؟ انت مش بتشوفي ابوكي دلوقتي كل يوم؟ ايوه صحيح، يبقى ليه التكشيره اللي على وشك دي دايما؟ المهنه اللي انا فيها تعبان، الناس بتبعد عن الوساخه وانا مستخبيه جواها. الله 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 الله، علي نعمل الوساخه اللي هنا انضف من الوساخه اللي بره، المهم ان احنا قلوبنا نضيف. صعبان عليا اشوف نفسي متكومه في الضلمة والمجرم الحقيقي عايش وسط النور. الحق مصيره هيبان والميه ترجع لمجاريها. يا جميل انت، ولا يهمك، وقت ما يقول الاوان شاور انت بصبعك بس. صح، وهتلاقينا كلنا معاك ايد واحده. لا لا، كتر الف خيركم. مش عارفه اقول لكم ايه. انت لا تقولي ولا تعيدي، عليا الطلاق، انت منوره مصنع المخلفات كله. ما تخافش. ولا جلجل. ايوه معلمي. اقفل باب القهوه علينا وما تخليش اي حد يخش، اصل احنا عندنا عدم المؤاخذه اجتماع مغلق. اغلق الباب. اوامرك يا معلمي. اهلا اهلا يا سعيد. مرحبا يا عباس. شفت يا ابو صلاح؟ اخيرا رجعوا لعشهم تاني. ملوش لزوم العتاب يا معلم، خلونا في المفيد. اصل بلا افيه، من يوم ما طب علينا الاتنين المعفنين دول وحتتنا حينا باب النصر ورجالته طقشوا في بعضيهم، والمثل اهو، المعلم سعيد والمعلم عباس عدم المؤاخذه قلبوا على ولاد حتتهم لحمهم ودمهم، وراحوا في صف العالم اللي لا ليهم لا اصل ولا مله. وادي النتيجه، ادي النتيجه، اكلوهم لحم لحم ورموهم عدم المؤاخذه عظم عظم. اللي فات مات يا معلم بيوم. لا يا معلم عباس، لو اللي فات مات صحيح يبقى لازم نحييه، بس ازاي؟ عندك حق يا ابو صلاح، لو اللي فات مات يبقى ده حق انا وسعيد. هو انتم وبس؟ ده لسه، شوفوا بقى الدور اللي جاي على مين. يا عالم يا عالم، انا مش عارف ولاد الكلب دول جولنا منين. قتلوا سوني يا معلمي، وقتلوا صابرين بالحياه، خدوا شقه عمري. خلونا في المفيد. وايه المفيد؟ نجيب منهم فلوسكم ونجيب البراءه لصابرين. ونسيتوا درغام. يا دي الدر والغم اللي انت فيه، جبنا سيره الدرغام تاني؟ درغام يستاهل اللي جراله. وحتى لو طاب هيرجع يلاقي حاله منهوب، هيرجع يتجنن تاني. طب والحل ايه؟ عمر المشكله ما هتتحل الا اذا بينا كلنا، كلنا نبقى ايد واحده. ينصر دينك، صح يا ابو صلاح؟ ما هو اصل عدم المؤاخذه ايد واحده ما تسقفش. ايديكوا يا رجاله. التليفون عن ايه؟ نعم يا اختي. يا ايه بتقولي؟ نعم يا اختي، بتقول لك عايزه التليفون، عاوزين نتكلم في البتاع ده. امشي يا بنت انت، بلاش. انا سيبهم يا ريس، سيبهم سيبهم دول معايا. واجه اطلب لك النمره وانت تكلميه. ها ما بلاش، انا احسن يعرف اسمي. ده اسمه سوسه وهو سوس. حتى انا عارف صوتك، مفيش داعي تكلميه، انا بقى اللي هكلمه، مفيش دعوه. انت عارفه تقولي لي وين؟ اه طب ما تخافش عليه، دي 10 على 10. تعالى. ايه الله عننا يا ريس. خلاص حق التليفون برن. الو الو، لو سمحت انا عايز اكلم الاستاذ سوسه بيه، ممكن؟ ها تقول له مين؟ قول له واحده. ايه واحده؟ ايه يا اخويا؟ واحده ونص وخمسه يعني واحده. قول له خالته. ايوه خالته، روح خالته. لحظه سوسه،
ايوه داوود. انت بتغشني؟ اغشك؟ اغشك في ايه؟ ولا انت ليك اهل؟ يا نهار اسود، انت بتشك فيا؟ انا ليا اهل ان شاء الله اطفحهم. ما انت عارف يا داوود انا مولود شيطاني. شيطاني؟ ماشي، خد ايه؟ اتكلم. اتكلم مين؟ خالتك. خالتي؟ لا يا اخويا، انا مش خالتك ولا اعرف امك كمان. ايه؟ اسمعني بس، انا عاوز اقول لك حاجه مهمه. عاوز اقول لسيادتك ان انت طلعت قفل ولا مؤاخذه. اصل اللي اسمه داوود، داوود مش عارفه؟ بيستغفلك، بيستحمرك بالعربي كده. بيلعب من ورا ظهرك مع البنت اللي اسمها صافي. مش عارف صافي؟ بيخونوك يلا. في العوامه. بيتفقوا هناك من ورا ظهرك على كل حاجه، هودوك في داهيه ان شاء الله ما تقطعش. العنوان 10 شارع النيل بمبابة. خلاص؟ بمبابة. سلام يا ذبابة. حق المكالمة يا هوان. ايه خلاص سيبك انت. ايه المكالمة دي؟ خلاص اوعى كده اهو. اهي. احنا عملنا مكالمة؟ وادي الزبالة خلاص. يا حلاوة. كلام ايه ده؟ مرضيش؟ مرضيش يعني ايه؟ بيقول ما عندوش. الشرقاوي ما عندوش؟ ده ابن كلب، ده كل يوم بيروح من الكباريج واخد فلوس زكايب زكايب على قلبه. واعي قوي الراجل ده، تصور ان الفلوس دي بياخدها كل يوم بالليل على البيت عنده، والصبح طيران على البنك يوردها. اصله بيخاف من الحراميه. قلت ايه؟ بيخاف من الحراميه. بيخاف من الحرامية؟ امال بيعمل كده ليه؟ ده انت عليكي افكار. افكار ايه؟ وانا قلت حاجة؟ طبعا قلت. انت مش قلت ان هو بيخاف من الحرامية؟ اي خلاص، نبعت له اللي بيخاف منهم يا اشوطون. يا حياة قلبي، انت مش عادي، مش عادي، وعشان كده انا بموت فيك. ولسه هتموتي، هتموتي أكتر وأكتر يا حبيبي. على النعمة. قشطة. حرام حرام حرام. صلى على النبي عليك أنت يا أبيض. عليا النعمة من ساعة التكشيرة ما راحت من على خلقتك وبانت حلاوتك على أصلها. خبر أسود ومنيلة يا بنت، أنت حلوة أوي. يو دي مصيبة سودة. ياه افرض البت دي استحمت، حلاوتها هتبقى ازاي؟ كتر خيرك يا شربات. انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه؟ هرد لك جمالك دي كلها ازاي؟ شوفي بقى، الجميل الوحيد اللي تعمليه فينا اوعاكي تتشري تاني ابدا. اخش عليه بس، الحمد لله. ابويا وصحته كل يوم بتتحسن. الحمد لله. وصلاح واقف جنبي. وما تخليش عني في محنتي. يبقى اخش عليه. علشان البوليس بيدور عليا يعني؟ طب عليا النعمة. يوم ما لقى ابويا شد حيله وقدر يخدم نفسه، لا سلم نفسي من البوليس ان شاء الله حتى يشنقوني. بعد الشر. وليه ما تقوليش انه عايز ينصرفك وينجيكي والظالم هو اللي يتشنق؟ اسمع من بقك يا عرب. خليك كنت لما اشوف. جوي يا جوي، حلو يا حلو. طلع النبي. ايه؟ الطقس. الهوا يعني؟ ان شاء الله تاخدي هوا يخلص مني. الهوا يا بنت، قومي تلحلحي خفيف. هقوم فين؟ تقومي فين؟ الله، الهوا جه طاير ومستني الحبايب. قصدك ايه يا شربة؟ قصدي ايه؟ اللي بالي بالك. صلاح يا اختي. وعدنا يا رب. وعدنا ازاي بمنظرك ده؟ ها؟ دي وعدنا ازاي؟ ما تقول لذيذ على وشك. جابه دلوقتي. ابقى قوم اشوفه عاوز ايه. اتكل على الله. صلاح، ايه اللي جابك؟ احنا مش اتفقنا ما تجيش غير لحاجه مهمه. مفيش حاجه في حياتي اهم منك يا صابرين. كل حاجه حلوه في حياتي بقى، حتى سمعتي في الحي. انت اغلى من العمر كله صابرين. انا هروح للبوليس واعترف انني اللي قتلت سونيا عشان اخلصك. طب انا مجنون. بعين العقل. وقبل ما اعترف للبوليس لازم اغسل شرفك من اللي لوثه. هقتل داوود وهقتل سوزان
بايديا دول. يا لهوي الازوزه. الحقيقه يا شربات. ايه مد ايده عليك ايه؟ صلاح عاوز يجيب لي نفسه مصيبه. ايه هيعمل ايه؟ تعال مروق كده امال. خد ان شاء الله ربنا هينصركوا. امسك يا ابني وان شاء الله نادرا عليهم ربنا ينصركوا. هستحمى. اشرب بقى امال وروق. خد شكرا يا شربات ماليش نفس. قال ايه؟ عاوز يقتل داوود وسوسه. يا لهوي تضيع شبابك في دوده وسوسه. العالم اللي زي ديت خساره فيها شبابك. اقول لك الحل الوحيد الناس دي احنا نخطفها وندفنهم بالحياه وسط الزباله لان الناس دي اصلا زباله. اشرب. نخطفهم؟ اه نخطفهم. كده بقى مش معقول. وكمان الطريقه دي ما بقتش كويسه. الله معقوله؟ ريحنا بقى يا سي داوود. ادينا عقد نافع من المعروف. زمان كنتوا بتعدوا عليا كل يوم. دلوقتي بقت كل ساعة، إيه الحكاية؟ اديهم حقهم يا جدع، رجع لهم فلوسهم ويا دار ما دخلك شر. شر؟ والبضاعة اللي أنا بعت أجيبها العربيات، أعمل فيها إيه لما توصل؟ ألحسها؟ لا اركبها. مالهم هم ومال بضاعتك؟ ده عدم المؤاخذة بضاعته لب وحمص وسداني، وده بلا قافية بضاعته جاز، مالهم هم ومال عربياتك؟ وأنت جايبينك إيه؟ افاكاتو ولا افا بس؟ ها افا بس افاكاتو افا بس افا يقمر عيش. انا هنا بالنسبه لهم كل حاجه. ده اذا كان عاجبك. الله ده رايي يا جدع. انت فاهم ان انا نصبت عليهم ولا ايه؟ تحب اوريهم اذونات الاستيراد؟ حلو وريهم. طب مش هوريهم بقى بالعند فين؟ الله مش معايا. امال فين؟ في مكتب الشحن يا بيوم افندي. انا ما اسميش بيوم افندي، اسم المعلم بيوم افندي. انت فعلا معلم بس من رجليه. مش من رجليا بس، انا معلم من رجليا لشعر راسك. رجاله نتاكد من مكتب الشحن. لو اتاكدنا نصبر شويه. مظبوط بس ما يضحكش علينا. اديهم ميعاد محدد، ميعاد ثابت. ما اضمنش. اخ تبقى نصاب ابن نصابة. وبعدين بقى احنا هنلبخ. روحوا اشتكون. معاكم ورق؟ معاكم عقود؟ ابقوا قابلوني. ده احنا واثقين فيك يا داوود. اسمع اللي ياكل ناكل زمارة رقبته. هي عافية؟ عافية ايه يا ابو عافية؟ احنا قدها ودود يالا. بقول لك ايه؟ انت كذاب زفة. كذاب زفة؟ انا سيد المعلمين يا جدعان. يا جدعان يا جدعان لا مفيش داعي للخناق ده. مش كده يا ناس. الله يا جدعان بس هتتخانقوا على ايه؟ ادونا فرصه اسبوع بس ولو البضاعه ما جاتش ابقوا خدوا فلوسكم. تتعهد بكده يا سوس؟ اتعهد يا عم بيومي واحلف بشرفي. خلاص بقى ما دام حلف بشرفه يبقوا هتاخدوا فلوسكم. بشرفه ماشي. خلينا مع شرفه قصدي مع الكذاب لغايه باب الدار. بينا يا رجاله. بقول لك بينا يا رجاله. بقى دول رجاله دول؟ ممكن يبقوا رجاله. ممكن. وانا يا سوسه ايه؟ طلعت معلم فضيتها بكلمه. لا وكذب. عاملك ايه يا داوود؟ ما انت ابتديت تتهور وهتخش في سكه مش هي. تقصد ايه؟ افهم يا داوود، احنا الا وهم كتار. اذا فهموا مره واحده واتحدوا هيبقى عون علقه. وعلى راي المثل كتره تغلب الشجاعه. جرى ايه يا سوسه؟ انت هتعلمني الفلسفه؟ لا فلسفه ولا حاجه. انما انت ما قلتليش ايه حكايه الشغل بتاع الليله دي؟ لا ابدا، ده شويه بيزنس مع الشرقاوي صاحب الكباريه. وما قلتليش ليه؟ ما انا كنت هقول لك يا سوسه. طبعا وانت لازم تقول لي. ولا انت ناوي تشتغل لوحدك؟ ولا نسيت ان انا شريكك؟ جرى ايه يا سوسه؟ جرى ايه؟ انت شايل مني ولا ايه؟ وهشيل منك ليه؟ هو انت عملت حاجه تزعل؟ عمري ما انت عارف انا اخويا وصاحب صاحبي. وانا زيك. طمنتني. عن اذنك يا صاحبي. على فين؟ هطلع بره اشم شويه هوا نظيف يمكن مناخيري تسلك. تسلك ليه؟
بلاعة. ادعيلنا يا صلاح. ربنا معانا. اه لو فكرتك تنجح. المهم بعد ما نخطفه نعرف ازاي نقرره. اسمعي انا هبقى فوت عليكم كل ليلة. افرض مرضيش ايه؟ ربنا يلهمنا بحل تاني. سندك يا منيم. ايه؟ ها؟ انت عازم بسندك. يا اخوك منيم. بحياة الله إذا أنا ما بسندش عليك. اه! انت حر. اركب معايا. لا مش عايز اركب. انا حمشي. ليه يا حمار؟ انت لما تكوني مشدودة وعايز اشم هوا نضيف. هاتك منينة. مع السلامة. هتبني على امك. ساعدوا امانة وصل. يا لا يا لا يا لا يا لا. ايه ده؟ تشريفة معدية بس دي تشريفة زبالة قوي. مساء الخير يا حمار. مساء الخير يا حمار. يلا بيت معاك. يلا 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 قدامي اطلع قدامي. يا منبل انت حيبك. اه عملتوا ايه؟ اديتونوا عنقه كويسه نيحته بس عصلك معانا حبتين. عصلك اضطرينا نطويه حنوتك. يا مفتي قتلتوه مرميله جتته في الصحراء. روحنا بداهيه. لا روحنا بداهيه ولا حاجه. بالعكس كده يبقى احنا ضربنا عصفورين بحجر واحد. خدوا يا رجاله خدوا اتبسطوا يخرب بيت ابوكم. خد يا قمع تسكر يا معلمة. خد يا عجل يا معلمة. وانت كمان يا حمار هتروح تاكل ويخرب بيت. يا معلم يلا يلا. انا مش فاهمه قصدك ايه. ولا حاجه كده هنخلص من سوسه هو كمان. هتقتلوه؟ لا مش احنا اللي هنقتله. سوسه هيموت نسمي. يعني ايه؟ وانا حاجة معقولة يا جميل ما انتش فاهم؟ الحكومة هي اللي هتعدمه. ازاي؟ ازاي ايه؟ تليفون بلاغ من مجهول يقولوا ان سوسة هو اللي قتل الشنقاوي وبس. يخرب بيتك ده انت بعجوب بمية عفانيت. عفانيت؟ اخنفيتي. خلاص يا بت انت ويا يا بت وانت يا بت انت املي قفه لو خلي حنين جوه. طيب انا خايفه لا يصحى الليله دي. ما اظنش ده شربان لما عدمان وحتى لو صح المنديل ملفوف على بقه. احي يا خوفي اللي هيتخنق. ما تخافيش انا كل وقت والتاني كده هطل عليه. انا كنت داخل احمل رملة يا بيه لقيت القتيل ده قدامي بلغت. تعرفه قبل كده؟ لا يا بيه. سليم فرج الشرقاوي.
اخباركم ايه؟ ما بقاش في البيت، دورنا عليه في كل حته، ملوش اي اثر. مش هتلاقيه ابدا يا داوود. غلطان يا اسطى. كفايات خباثه ولقم. انا عارف انك بتدور على سوسه، لكن اطمن مش هتلاقيه ابدا. غلطان يا اسطى. اسم المهندس صلاح. برضه اسطى. انا بدور عليه عشان اساعد الحكومه واسلمه ليهم خدمه مجانيه. تساعد الحكومه؟ امال تفتكر ان هم النهارده في المباحث استدعوني ليه؟ تبلغت النتايج؟ ابدا وغلاوتك. بس انا عرفت ان هو قتل قتيل وبيسالوا عليه. عايز تسال عن حاجه تانيه؟ اتفضل اسال يا ابن اللئيمه. ليه بقى الغلط ده بقى؟ انت بتسال وانا برد عليه. في حاجه تانيه؟ ايوه فيه. ايه؟ بس مش هقول لك دلوقتي يا داوود. تعرف كل حاجه في وقتها. يا داوود يا ند يا ند. يبقى هو اللي قتل الشرقاوي. هي دي العمليه بتاعت امبارح، قتل الشرقاوي وعايز يتهمني انا بقتله. الشرقاوي مين يا ند؟ الشرقاوي مين؟ الشرقاوي سعاده البيه، الشرقاوي الراجل ابو شعر ابيض العره ده. يعني بقيت زي ايه يا سوس؟ احنا الاثنين بيدور علينا البوليس. انا متهمه بقتل سونيا وانت متهم بقتل الشرقاوي. لا لا، بس انا ما قتلتش الشرقاوي. ما انا نايم معاكم ليله امبارح في الزباله زي الخنازير بالظبط، وانت طبعا هتشهدوا بكده. ومين قال لك اننا هنشهد بكده؟ جيت الحقيقه هو ما حدش قال لي، انما شكلكم ناس طيبين ونضاف ومش هيخلصكم روح في الكازوزه. لا يا شيخ، يا سوسه يا ابن السوسه. إيه؟ ما انت كمان كنت هتسيبها تروح في الكازوزه، اما انت عارف ان صابرين بريئه. ما شهدتش معاها ليه يا ما شهدتش معاها ليه؟ ايوه يعني مش صابرين اللي قتلت سونيا؟ رد يا ولد على سعاده المهندس يا ولد. المهندس مين؟ انا عارفه بالحاره ده ميكانيكي. لا يا سعاده البيه، لا مش هي اللي قتلت سونيا. اللي قتل سونيا داوود، واللي قتل الشراوي داوود برضه. يخرب بيتك يا داوود. تشهد بكده في النيابه؟ قول اه يا قول اه. بغير من الحته دي يخرب بيتك انت. اتكلم. بصوا بقى، انا اروح النيابه واشهد، وانتوا تطلعي براء، وكلكم تشهدوا معايا، وانا كمان اطلع براء. ايه؟ قلتوا ايه؟ كذاب كذاب ومحدش هيصدقه. معقولة يصدق واحد اسمه سوسة؟ البوليس لا يقرر اذا كان سوسة كذاب ولا صادق. ما تفهمني يا جدعان، انت عايز مني ايه بالظبط؟ الفلوس اللي خدتها من سعيد وعباس، 12000 جنيه بالتمام والكمال. بقول لك ايه، المبلغ مش عندي. مطرح ما تحط راسك حط رجليك. يبقى اسلم سوسة للبوليس. طب انا بقى ايه يضمن لي ان انا لو سلمتك الفلوس هتسلمني سوسة؟ كلمتي هي الضمان. طمنتني يا اخويا، كلمتك هي الضمان. معقول بقى انت معقول هتسلمهولي وانت عارف ان انا لو مسكته هقتله؟ وايه يعني؟ كلب وراح. هو من ناحية كلب هو فعلا كلب، بس برضه انا مش مطمن. طبعا، لأن طول عمرك ما تعودتش تتعامل بشرف. سوسة طول عمره شريكي وصاحبي، لا يمكن يخوني. أنت طول عمرك بتتعامل بالخيانة. ولا برضه هيصدقني ويكذبك. خلاصة الكلام، تسلمني فلوس الناس أسلمك صاحبك، وأنت وهو تغوروا من هنا. مشوفش وشكوا هنا تاني أبدا. نمشي من هنا ده إيه؟ واللي لينا هنا؟ مالكمش حاجة هنا. ها؟ كل شيء حطيت ايدكم عليه يرجع لاصحابه. دي شروطي عشان اسلمك صاحبك. وانا موافق. اديني ساعتين عشان اجهز لك الفلوس. سلم واستلم. حدد انت مكان التسليم اللي يعجبك. قلت ايه؟ هو عاد فيها ولا بقى؟ اتفقنا. أنا عايزك تسامحيني يا سامي. أسامحك على إيه ولا على إيه؟ الظلم اللي وقع عليا خلاني أحس وأعرف أنت قد إيه اتعذبت. محدش يحس بالظلم غير اللي حس بمراره. يلا يا بت، يا بت شيل التليح دي في العربية. ده غير من الحتة دي يخرب بيوتكم. طب حد حد يفتح الباب. حد يخرب بيوتكم.
الفلوس معاك؟ وانت الامانه معاك؟ اشوف الفلوس الاول. ماشي. اها ها مش من حق اشوف انا كمان ولا ايه؟ سلمني اسلمك. خليها تقرب. لو عايز صاحبك تعالى خد. صابرين فك صاحبي وخليه يجيني هنا ماشي على رجليه. كنت واثق انك مش هتحافظ على كلمة الشرف. اسف يا عزيزي، الشرف دوت عملة ما بستعملهاش. يلا يا صابرين فكي سوسة يا اختي. داوود انت هتضرب يخرب بيتك، عيب يا داوود ده انا صاحبك. انا ماليش صحاب، صاحبي مصلحتي. وانا خلاص يا سوسة ما عدليش مصلحة معاك. صاحبي ده نادل قوي وانا زيه. قبل ما تقتلوا في الشارع. انت يا صلاح بلاش، لا تموت قبليهم. الشر واللي يضر الناس لازم